نقطة. الله يعطيك العافية يا أسامة. السلطان طلع. شكرا شكرا. لا ضمتك أنا؟ نعم. لا يشغلك يا أخي. بس أنا ترى عندي 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 مشكلة. أنت يدك في. الله الله. اشرح لي إيش مشكلة يدك؟ الضربة طال عمرك هنا. هي أشوف بس دقيقة أشوف. الضربة هنا قطع. قطع؟ نعم. الأصبع. ضربة ولا قطع؟ ضربة هلبة. لا يا شيخ. نعم. قطعت يدك؟ الله الله. ما تشوف باس ولا. كذا ما يجي. ما تشوف باس ولا. أوريك مرة ثانية. أشوف من الجهة ذي كيف بالله شكلها حلو؟ لا تستهبل أنت. هذا يدك ترى يدك غالي علينا والله. الله يطول عمرك جاني دخلت. طيب أمورك طيبة الحمد لله. نفسيت حلوة يوم شفتك زانت نفسيت. الله يعزك يرفع قدرك. ما تشوف باس وأنت في رجلك بعد؟ أنا ما ودي أطلع الناس في شيء. أبو علي طمني. أي والله والله أن الأمور طيبة بس فك خفيف شكله. منو؟ بركبتي والله. فكك في شيء؟ لا فك خفيف في ركبتي. فك خفيف في ركبتك؟ إي. كيف عرفت؟ كيف شخصت هذه؟ معك جوال انت؟ ايش دخل جوال؟ جوال يبحث. لا ما تكلمت احد. ايش دخل؟ كيف عرفت؟ عرفت على المستشفى. على المستشفى؟ ايه. متى؟ قبل فقط. اليوم؟ ايه وتشوفني اول واحد حاضر. انا بكل مره اول مره حاضر. حتى للحين مواصل انا من وجع. بالله مش عطلات؟ باستئذان ولا بدون؟ افا مش عارف يا ابو جمال مش عارف صالحني اعترف يا رجع صالحني لف وجهك انت عشان ما حد يسمعنا لف وجهك عشان ما حد يسمعنا صالحني وبشو طلعت باستئذان انت تحقاني اطلع بدون استئذان انا لا اللي عارف انك تطلع عندك بدون استئذان باستئذان بس بالصراحه ياما وثقوا الاداره في ناس لكن خذي له مو مش على اللي يخذل الناس صدقت ومو مش على اللي مسك لحيته للرجال يعني ونعم ونعم والله ونعم ان شاء الله ان نقدم كل طيب شيء طيب الاهم طمني على رجلك الحمد لله انا مو معك صوره اشعه اي نعم تقرير طبي معك نعم ومعي علاج ومشد ودهون الدكتور بعد ما قصه بيض الله وجهه تعرف اسم الدكتور ترى بناسب انا صح طيب رجلك اليمين ولا اليسار لا والله اليسار اي اليسار سهله تقدر تمشي يا ابوي انا حسبتها اليمين تستهبل علي انت مسوي ذا الفيلم كله واخشي رجلك اليسار يعني اليمين عادي شيك اصدمت طيب سمعني كذا بيتين لطيفة قبل الاتصال استمري في قهرهم كملي لا أنا ما لي دخل استمري هي تظل استمري في قهرهم كملي ما عليت وعاندين في قهر اقهريهم وطنخي وتدللي واستفزي كل من ميت قهر الله الله ضيعتها ضيعتني يا الله والله اسف اصبر اصبر والله لا اقول لا لا جيبها جيبها ارجوك ننتظرك نهايه الحلقه الله يعينك كل فضل اصبر